مرض مريض وبحثوا عن طبيب، وكلما جاءوا بطبيب لم يجدوا له شفاء ولا دواء ولا علاجا، حتى جاء طبيب حاذق فتكلم مع هذا المريض فذكر له اسم عائلة من العوائل، فارتعدت فرائصه فقال إن هذا المريض عاشق تعلق قلبه بأهل ذلك الدار. السؤال المطروح لنا نحن: فهل نحن إذا ذكرت لنا بعض العبادات ترتعد فرائصنا لأننا نعشقها؟ هل نتأثر إذا ذكر القرآن أو تكلم عن قيام الليل أو ذكر الصيام؟ أين عشاق العبادة وأين أحباب الله الذين يقبلون على طاعته لا يملون؟ أكبر مصيبة تمر علينا يا أخوة الكرام أن الواحد يشعر في نفسه ولو 1% أنه يمل من الوقوف أمام الله أو يمل من المكث مع الله. أين الذي يأنس بربه ويخلو مع خالقه؟ إن كان يمل فلن يستطيع المواصلة، والطريق طويل، والوصول إلى الله عز وجل يحتاج إلى أن نتربى على الأنس بالله جل وعلا. لذلك يا أخوان الكرام أقول لكل أحد منا أصابه مرض الملل من العلاقة مع الله، لن يزول هذا المرض ولن تقبل على العبادات بشغف ولن تستطيع أن تصل إلى الخلوات مع الله إلا إذا فعلت 3. الأولى أن تعظم الذي تعبد، أن تعظم المعبود، تعرف أن الله الخالق الرازق المالك المعطي النافع المعز الذي بيده الأمر كله، فلن يعطيك أحد غيره، ولن يكرمك أحد غيره، حتى لا نسب ولا قبيلة ولا أهل ولا أصدقاء، فأقبل على الله بقلبك لا ببدنك. ثانيا تعلم فضائل العبادات حتى تعلم ما أعد الله لك من الكنوز. ثالثا عليك دائما أن تسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها الراحة والاسترخاء والاطمئنان، وبسواها الملل والنفرة والابتعاد. اللهم ربنا اقبل صيامنا وقيامنا وبلغنا رضوانك.